مشاهدينا في فقرتنا الفنية والمنوعة لهذا اليوم. فن الكاريكاتير هو طبعا جزء من الفنون الجميلة مثل كل أشكال الرسم والتشكيل، لكنه يحظى بقدرة خاصة على تضمين المحتوى النقدي والاجتماعي وربما حتى السياسي عبر وسيلة الرسم والكلمة. ومع كل ذلك يحتفظ هذا الفن بالقدرة على الترويج وخلق البسمة وانتزاع الضحكة حتى وإن كان ذلك عبر السخرية المرة. نتعرف على الفنان السوداني العالمي الحضور طلال الناير ورحلته مع فن الكاريكاتير في هذا التقرير. طلال الناير سوداني رسام كاريكاتير. بالنسبة لبعض الناس الكاريكاتير مهنة، بالنسبة للبعض هواية، بالنسبة لي أسلوب حياة. طلال مرحبا بك، يعني يا ريت نتعرف على رؤيتك وانت فنان متخصص في هذا النوع من انواع الفن، فن الكاريكاتير، وليه انت اخترت النوع ده تحديدا للتعبير عن يعني ذاتك السياسيه، وكلمنا عن تاريخك مع هذا الفن. الواقع بتاعنا السوداني هو مليء بالتفاصيل الكثيره جدا اللي هي ممكن تحفز الذهن انه هو يشتغل، يعني وانه انت يكون عندك رد فعل عليها. فالحاجه دي اعتقد انه بدت عندي من الطفوله. اول رسمه بتاعه الكاريكاتير موثقه عندي يعني او موجوده عندي رسمتها لنفسي كان في الفتره بتاعه الطفوله، اعتقد عمري 7 سنوات أو 6 سنوات، كان اعتقد انه راسم فيها نفسي، وكنت تقريبا كان في اولاد بيلعبوا في مسجد، فانا كنت في ذلك الوقت يعني متنازع ما بين ان انا امشي للكوره ولا امشي للمسجد. التنازعات اللي انا قاعد بشوفها من وانا حتى طفل لحد ما انا جيت شخصي موجود، كل الحاجات اللي انا بالنسبه لي كانت بتشدني او بحس انه المفروض ان انا يكون عندي فيها راي او تعليق او غيره. بعتقد انه اقرب طريقه ان انا كنت بوصل بها افكاري ان هي كانت عن طريق الرسم. يعني الحاجه دي حتى كانت بالنسبه لي في فتره من المراحل ان انا كنت برسم اكثر من بتكلم. طلال، دور هذا النوع من الفن في قول المسكوت عنه سياسيا واجتماعيا؟ انا بصنف نفسي ان انا رسام كاريكاتير مستقل، زي ما بنتقد الحكومه بنتقد المعارضه، وحتى بنتقد الحاجات حتى انا بالنسبه لي ممكن اكون مؤمن بها اذا حسيت انه فيها خلل. خلينا نتعرف على اكثر المواقف الحرجه اللي انت دخلتها بسبب ممارستك لفن الكاريكاتير في السودان. الرسومات اللي هي بتكون عندها نقد مباشر او لاذع للحكومه في الاغلب يعني هي بتتشال، وبيكون الحرج فيها يعني في الحتات دي. لكن المفارقات بتحصل انه في بعض الرسومات اشتغلتها عملت لي مشاكل. بتذكر اكثر حاجه كانت بارزه في كانت مع رئيس حزب الامه صادق المهدي، اشتغلت كاريكاتير تعليقا على موقف حزب الامه او رئيس حزب الامه من موقفه من حركه العدل والمساواه، يعني من في الهجوم على ام درمان. هو قام يعتبر انه الحاجه اللي حصلت دي ان هي حركه بتاعت مرتزقه او انه هي حركه بتاعت متمردين او غيره. الكاريكاتير في حد ذاته ما كان فيه شيء معيب، فالكاريكاتير ده قام تسبب انه في نزاع ما بين حزب الامه وبين اداره الصحيفه اللي انا بشتغل فيها. فكان في النهايه تم التضحيه بي انا كرسام كاريكاتير، وتم الصحيفه قدمت اعتذار. انا يعني وصفوا انه الرسم فيه قله تهذيب مني انا. طلال، هل فن الكاريكاتير بالنسبه لك هو وسيله الدخل الاساسيه التي تعتمد عليها في نسبتك؟ انا بعتمد على فني بشكل اساسي في معيشتي بنسبه بتاعت 100%، ورغم انه ما في اي تقدير مادي او تقدير حتى فني او معنوي للفن عموما في السودان والفن الكاريكاتير بشكل خاص، لكن بعتبر انه ده جزء من واجب علي ان انا لازم اصمد وان انا لازم اعمل الحاجه دي لاخر المدى، يعني بطريقه ما يعني قاعد بحرص انه انا انشر رسوماتي يعني برا السودان، بحاول اشترك في معارض، في مجلات، في المواقع بتاعت الانترنت،
بحرص انه عندي المدونه بتاعتي الخاصه بي ان هي حتى بمثابه الصحيفه اللي انا بشتغل فيها. يعني المشهد السوداني بتفاصيله الماثله هو صوره لواقع يقول فنان الكاريكاتير طلال الناير انه يشكل مصدر الهامي في نقده، لكنه لا يهدف من وراء ذلك الا للمساهمه في احداث تغييرات ايجابيه. عبد الباقي العوض لبرنامج اليوم على الحره، الخرطوم. ختام ساعتنا الأولى مشاهدينا، لكن لا تذهبوا بعيدا، في ساعتنا الثانية لكم موعد مع السينمائية والدرامية النجمة المتألقة هند صبري في إطلالة خاصة عبر شاشة اليوم، فابقوا معنا.